نسمع هاي 5 ورايس بيها. 136 تحالف بنكون نقطة ثانية. بالنسبة للصفحات بالنسبة الوهمية للصفحة هون اللي دا تكون باسم حلا قاسم كثير ضد تحالفنا تحالف تمدن تعالي استاذنك مش مدرسة غير تابعة إلي نهائيا ما مسؤولة عن كل شيء اللي نشر بيه مو إلي فقط هاي صفحتي نعم صفحتي مال الاي جي تيم زائد علي القيسي لكن احنا الحمد لله مستمرين غصبا على اللي يعطونا ديسلايكات مستمرين بعملنا جمهورنا العزيز يحبون تسقيطكم ليش سقطوني ها ولا واحد سقط صراحة ألاعيبهم ألاعيبكم تستهون اكو بس وين صوتك خلنا نقتلهم يعني ليش المحاربة ليش 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 هالمحاربة لليوتيوبر الجديدية ليش ليش احنا السرسرية يعني احنا جايين نريد نريد اهدافنا اللي هي نصرة اللعيب البروفيشنالز يكفي هاي كافي يعني هاي صفحة كافي ولد الاوادم ولا ما كحد بعدني لانه جديد فبركات والصور اللي دا يفبركوها يوم ويا رجال دينية ليش ما عندي في ويا سياسيين نهائيا متابعة لنا وغير مسؤولين عنها واللي ينكتب بيها غير مسؤول اني عن روحي اغلط عليكم والفيديو ان شاء الله تواصلوا وياكم طبعا يغلط عليه طبعا كذب ما غلط يلا تبيع حيل اغلى نفلس هذا احرم ما خلص الفيديو الموتيفيشن اقوى شفان انت ولد لانه هذا فعادي يعني نو بروبليما طبعا الفيديو ولا قطعته ولا شويه بس سرعته على مود ما يعني ما تملون وخليت بالتسريح هذا ابو سمره يرقص لكم على مود ما حد يمل راكو عدين انا حتى ناسي فور هنا راح فجل عليه لا ذا يطلع برا اطلع برا اطلع برا بلا زحمة اطلع برا اطلع برا راح فجره راح فجره مش تأخرت ليش يا عاد قاعد يهني لا شارع انا زي صعب التبديل لا صعب التهديد يجي تخرب يومهم دمجت شوية دمجوني واحد منا على اليسرى لا تطب جوا بلا زحمة يعني ما بدي افلس هاي هيك طب ما بدي احركها ولا ابدلها ولا اسوي شيء ما بيها اوكي طب من جوا طب جوا اوكي اوكي كلش حلو ترى سلام فاول وادي رشنا الحلو انا شبيه ويا الدبل هذا كل ساعة انسى التحديث الجديد كل ساعة انسى اوكي ما تاني طلعت ورا طلعت ورا احمى على والديك انا شوية مجال يعني راح استلم على البارد والله الخبيث البارد هذا النوب خلص هذا النوب قدامي بس صافن علي ايش فيك صافن يا معود ما يبدي فيك صافن ها
طلو ما تبي تستلمون، لا تضيعون وياهم ماتيريالز ولا شيء، على كيفك وكتله. هذه الصور اللي طلبوها اعدادات الموس سنسيفيتي واعدادات الريزولوشن وجراف، تونا عاوي يعني مثل ما تلاحظون زباله ايش تصير. خل احكي لكم عن الصدفه اللي صارت بهذا الفيديو واللي صار فيديو مميز. طبعا احنا جماعه البي سي اكو خاصيه بكروت الشاشه مال انفيديا وبدقه اكثر برنامج جي فورس اكسبيرينس، فاكو خاصيه من دوس الت اف 10، طبعا انت تحدد هاي كل الاعدادات، انا مسوي 20 دقيقه، من دوس الت اف 10 يصور لك قبل 20 دقيقه من اللي صورته كله، يعني انت شو مسوي قبل 20 دقيقه يصور لك اياه كله. فالمهم انا من كملت الجيم دست الت اف 10 فصور لي هذا من البدايه من كنت على الفيسبوك اللي شفته لحد هسه، يعني فصار فشي يعني شلون مترابط فشي خرافي. مهم ما رد احرق عليكم الباقي، خليكم ويا الفيديو. كم واحد فوق السنايبر لازم هذا من عنده، انا محتاج سنايبر اليوم، مالي واسه سنايبر ما ادري ليش ما بيها حيل اركز. يا خلصنا ترى سنايبر هيد. هذا لازم ارش لهم، مليت لانه مليت كلش من اللعبه. وقفوا بس هوني نعبي، تعالوا تعالوا خرب ان اليوم احرقكم. على راحتي شوي، بعد ما يستعجل مستعجل تعب انت ترمى عليه ابن الزمان. وانت واحد راح وانت الثاني صاحبك، خلي صاحبك انت شو تتجاوز، هذا يتجاوز، هذا ما يستحي. هذا يرمي عليه وانا اريد ماتيريال سوي لانه قليل. شباب شباب هذا الفوز نجيبه، فوز ترى يصير حلو انه اوه شيت. يلا نسمي اقوى تشجيع من حلقة. طبعا خبصان خبصة راسي بيه بس انا ما اعرفه مشكلة، يعني بعدين عرفته من جماعتي يصير سريع. شوف سله هي يمر علي اربجات اللي هي عمود دمير مقانا فد سنايبر فشي. تعال الي وهي
عليك. وقف هون، تعالي 30. هذا وين راح؟ الثاني الثاني طيب fucking piece of shit. خلصنا. شوف تعال قص لكم لان انت قلت لي ارقصته. يلا باش تريدون متابعون، تريدون بعد فلوس؟ تريدون بعد فلوس؟ معكم معكم فلوس بعد.